السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية بعد ما خلصنا شرح الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر وحلينا تمارينها بالكامل. تعالوا يلا نحل تدريبات الوحدة الثالثة بالكامل من كتاب بيت باي بيت. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اللي لسه اول مرة معانا هيدخل على قوائم التشغيل هيجيب الخامس 2023 هيلاقي فيه كل الحلول من ساعة ما بدأنا لغاية ما احنا واقفين. تعالوا يلا نبتدي بتدريبات الدرس الاول. طبعا بعد ما قرينا موضوع الريدنج جايب لي بعض الاسئله اللي موجود عليه في صفحه 114، بيقول لي هو از اسر جوينج تو فيزيت، هو اسر هيزور مين؟ قال لي he's going to visit his uncle حاتم and aunt ملك، يعني هيزور عمه حاتم وكمان عمته ملك. is آسر going somewhere hot or cold؟ يا ترى آسر هيروح مكان حر ولا برد؟ طبعا اكيد هنكتب hot يعني مكان حر. ليه؟ هو بيقول لي how do you know؟ طبعا لان mom said، مامته قالت حبايبي it will be very sunny، يعني الجو هيبقى حر جدا او مشمس جدا، حتى هي قالت له خد السان جلاسز بتاعتك. طب تعال نشوف، بيقول لي نمبر 3، بيقول why does Acer need a sweater؟ طب هو ليه محتاج السويتر؟ طبعا لما نقرا موضوع الريدنج تاني هلاقيه ان هو محتاج السويتر شكل ما مامته قالت له، هقول because لان it can be cool in the evening، لان حبايبي الدنيا بتبرد بالليل او ممكن تبقى برد بالليل لكن الطبيعي ان الجو حر. طب نمبر 4، بيقول does Acer take his جلابيه؟ يا ترى آسر هياخد الجلابيه او خد الجلابيه؟ طبعا هنا لما قرينا في القطع حبايبي وكان بيقول لها هل انا محتاج الجلابيه الجديده اللي جدتي جابتها لي؟ قالت له no you won't، قالت له لا لا لا، فعشان كده هقول no he doesn't، لا ما خدهاش. طب تعال نشوف نمبر 5، بيقول which pajamas does Acer back؟ يا ترى ايه البيجامه اللي خدها؟ طبعا شكل ما قلت لكم حبايبي كلمه بيجامه جمع، طيب هي خد اني واحده؟ طبعا شكل ما قرينا في القطعه ان هو خد المقلمه وقال ان هي رائعه جدا، فعشان كده لما يقول لي which pajamas does Acer back هقول له the striped pajamas، يعني البيجامه المقلمه. تاني the striped pajamas، البيجامه المقلمه. تعالى حبايبي في صفحه 115، طبعا السؤال الاولاني بستمع للكلمات لكن السؤال الثاني ده المفروض ان انا بقرا المحادثه مره تانية، وبعد ما بقرا المحادثه بشوف يا ترى ايه الحاجات اللي خدها آسر معاه. طبعا من خلال قرايتي المحادثه احنا عرفنا ان هو خد تي شيرت، جميل، بس المفروض التيشيرت ده يبقى جرين، خلي بالكم. طيب هياخد السان جلاسز؟ هتقول لي ايوه هو خد معاه السان جلاسز عشان الجو حر. طب خد السويمنج شورتس؟ ايوه خد السويمنج شورتس عشان في هناك حمام سباحه جميل. طيب خد السكارف الكوفيه؟ لا ماما قالت له لا مش محتاج السكارف، انت محتاج سويتر، يبقى اذا هو خد سويتر. طيب هل هو خد السنيكرز؟ هتقول له اه خد السنيكرز يا مستر عشان هيمشوا هناك مسافات طويله هيتجولوا كتير فبالتالي خد السنيكرز. طب العقد؟ طبعا العقد ده بتاع ماما يبقى اذا ملوش علاقه بآسر. طيب خد البيجامز؟ ايوه طبعا هو خد البيجامز، بس المفروض البيجامز دي حبايبي تكون سترايبد، سترايبد حبايبي بمعنى مقلمه. طبعا حبايبي في صفحه 116 المفروض ان انا بستمع للنص، وبعد ما استمع للنص اشوف يا ترى هلونها سبوتيد يعني هعملها منقطه ولا سترايبد مقلمه على حسب ما تسمع. يعني نمبر 1 بيقول يوسف went to the shopping mall، يوسف راح الشوبينج مول، he bought striped pajamas، واشترى بيجامه مقلمه. يبقى لازم البيجامه دي حبايبي تكون مقلمه، يبقى اذا البيجامه دي هلونها سترايبد، سترايبد حبايبي بمعنى مقلم. نمبر 2 بيقول نسمة went to the park، يعني نسمة راحت الحديقه، she took a spotted umbrella، واخدت spotted umbrella، فين دي؟ هتقول له ده نمبر 2، وحلوينها ايه؟ spotted، spotted يعني منقط، تاني spotted يعني منقط. نمبر 3 بيقول اميره went to school، بنت اميره راحت المدرسه،
She wore her striped uniform. ولبست الزي بتاعها المقلم. يبقى إذن دي نمبر 3 وده هيبقى ايه حبايبي؟ striped. فلونه مقلم. نمبر 4 بيقول وائل played in the rain. وائل played in the rain. He wore a coat and a spotted scarf. He wore a coat and spotted scarf. طبعا هو ما قاليش اي حاجة بخصوص الكوت، لكن قال لي على السكارف ان هو spotted. وspotted حبايبي بمعنى منقط، تاني spotted بمعنى منقط، يبقى ده هيبقى spotted. تعال نشوف يلا الاكتيفيتيز اللي مديها لي في صفحة 117 على الدرس الاول. عندنا كلمة need، packing، shorts. need يعني يحتاج، packing يعني التعبئة، ان انا بعبي الشنط او تحزيم الشنط. shorts بمعنى شورت. سامي بيكلم هشام بيقوله what are you doing هشام، انت بتعمل ايه يا هشام؟ قال له I am in my suitcase for my holiday. اكيد هقول له انا بعبي الشنطة. I'm packing. خلي بالكوا حبايبي ان قلنا am و is و are بيجي وراها verb plus ing. فسامي بيقوله where are you going on holiday، وانت رايح فين في الاجازة؟ قال له I'm going to الفيوم to visit uncle شريف. قال له what will you eat to take in your suitcase. يبقى انت محتاج تاخد ايه؟ يبقى what will you need، وخلي بالك ان need to be وراها مصدر. I'll take my sunglasses, t-shirts and my swimming. اكيد shorts يعني هاخد المايو بتاعي. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل. نمبر 1 sneakers، فين السنيكرز يا حبايبي؟ قال لي دي ايه. طيب scarf، scarf يا حبايبي اللي هي الكوفية. دي بيجامز، فين البيجامز؟ A. sunglasses يعني نظارة يا مستر. C. necklace، necklace حبيبي اللي هو العقد. C. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل بسرعة. صفحة 117 بقول لي which pajamas يعني ما هي البيجامة او اي بيجامة. ده سؤال. فين السؤال هنا؟ هتقول لي في اتنين، يا ترى which pajamas I need، هتقول لي كده nice فعل مساعد، ولا does answer back، هتقولي لا ده السؤال صحيح، يبقى does answer back. will I need يعني هل انا محتاج، تاني will I need هل انا محتاج، هتقولي will I need a coat and a scarf يعني هل انا محتاج بلطو وكمان كوفية. ايه it will be يعني الجو سوف يكون، هتقولي very sunny يعني مشمس جدا، تاني it will be very sunny. what else يعني ماذا ايضا. do هتقول لي ناقص بقى I need ناقص الفعل والفعل الاساسي، يبقى what else do I need، what else do I need، يبقى هوصلها بي. he will pack يعني هو هيعبي، يا ترى هيعبي ايه؟ هيعبي الشنطة بتاعته غدا، يبقى he will pack his suitcase tomorrow. he will pack his suitcase tomorrow. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الاختياري في صفحة 118. بيقول لي we will eat our sneakers. we will eat our sneakers، قلنا sneakers حبايبي اللي هي الحذاء الرياضي، يبقى will حبايبي لازم ييجي وراها مصدر بدون اضافات. طب يبقى اذا هقول will take يعني ما قلتش took، لا تقول لي will بيجي وراها مصدر، ما قلتش taking، لا will بيجي وراها مصدر. number 2 بيقول لي you need to go to the pool، يبقى انت محتاج ايه عشان تروح حمام السباحة؟ اكيد swimming shorts اللي هو المايو. طيب نمبر 3 بيقول لي ايه about my best sweater. يبقى ان الاقتراح حبيبي بيبدأ بوات about، فاقول what about my best sweater. نمبر 4 بيقول لي ايه I need my scarf. no you won't حبيبي، الاجابة بنو. won't دي اختصار كلمة will not، طالما قال لي no you will not يبقى اكيد السؤال كان بويل، برافو عليكو. نمبر 5 بيقول women، women حبايبي اللي هم النساء. wear around their necks بيلبسوا ايه؟ حوالين رقبتهم. طبعا الكلمه دي حبايبي اسمها we women، اكسرها women دي شورت اي. women wear around their necks بيلبسوا ايه بقى حوالين رقبتهم؟ هتقول لي necklaces يعني عقد او عقود. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الترتيب. بيقول لي cool they are and really، بحاول they are really cool. number 2 pack my I will t-shirt favorite
إذا هقول I will هيجي وراها مصدر يبقى back. صفة الملكية بتيجي الأول يبقى my، وبعدين الصفة العادية favorite، بعدين الاسم بتاعي t-shirt. number 3 bought some he pajamas striped، إذا هقول هو اشترى he bought. قلنا حبايبي كلمة بجامز دي جمع، فعادي جدا لما اجيب قبلها صن، والصفة بتاعتي striped بجامز. number 4 took she umbrella a spotted، يبقى اكيد هقول she took، هي اخدت وبعدين a والصفة بتاعتي spotted umbrella. تعال نشوف number 5 بيقول grows delta cotton nile in the. طبعا انت يا حبايبي ما قابلتناش في الدرس، لكن تعال نقول ان القطن بينمو في دلتا النيل. هقولها ازاي دي يا مستر؟ هقول قطن، القطن grows فين؟ يبقى هجيب in the. طب دلتا النيل اسمها ايه؟ دلتا نايل ولا نايل دلتا؟ لا هتقول لي اسمها نايل دلتا. يبقى تاني cotton grows in the نايل دلتا، تاني cotton grows in the نايل دلتا. تعالوا نشوف يلا سؤال البنكتويشن واخر سؤال. بيقولوا why do you need your necklace ليلى؟ يعني ليه انت محتاجة العقد بتاعك يا ليلى؟ طبعا هبدأ capital letter why do you need your necklace. طبعا الكومة موجودة، ليلى طبعا ده اسم شخص يبقى لازم ال كابيتال، وفي الاخر حبايبي question mark عشان ده سؤال. number 2 بيقول هدى went to the shopping mall last Friday. طبعا هقول هدى ال H كابيتال went to the shopping mall last of Friday. الاف كابيتال ليه حبايبي؟ عشان اسم يوم، وفي الاخر احط الفول ستوب بتاعتي. يبقى تاني الاتش بتاعت هدى والاف بتاعت Friday. طبعا المفروض ان احنا بنقرا المعلومات الجغرافيه اللي هو ادهالي عن مصر، وكمان عن وادي النيل، وكمان عن منخفض الفيوم والدلتا. وبعد ما نقراها المفروض ان هو في صفحه 123 مديني ثلاث صور، والمفروض ان انا هكتب تحتهم الاسامي بتاعتهم. طبعا اول حاجه مديهالي طبعا شكل ما شفنا حبايبي ده منخفض الفيوم، يعني ده فيوم ديبريشن. هنا ديبريشن حبايبي بمعنى منخفض، تاني ديبريشن معنى منخفض. طيب التاني ده طبعا التانية دي هي دلتا النيل، فطبعا هكتب تحتها نايل دلتا، تاني هكتب تحتها نايل دلتا، تاني نايل دلتا. اما الاخيرة طبعا فهي صورة لوادي النيل، وادي النيل حبايبي اسمه نايل فالي، تاني نايل فالي اللي هو وادي النيل، تاني نايل فالي اللي هو وادي النيل. تعال نشوف السؤال التاني، وده عبارة عن توصيل. بيقول فلو، هو مديني اول واحدة فلو معناها يتدفق، ودي معناها the way water moves، ودي الطريقة اللي بيتحرك بيها الماء. طيب عندنا كلمة fertile، fertile حبايبي يعني خصب، ولان fertile دي معناها good land to grow plants and crops، يعني ارض جيدة لزراعة المحاصيل والنباتات، فبالتالي حوصل نمبر 2 بسي. طب نمبر 3 بيقولي river bank، كلمة river bank حبايبي معناها ضفة النهر، وضفة النهر قلنا يعني الارض اللي بجوار نهر النيل وعلى امتداده، فدي هتبقى the land along the side of the river، the land along the side of the river. حوصل 3 بدي. نمبر 4 بيقولي wind erosion، wind erosion يعني تعرية الرياح، او التعرية اللي بتنتج عن طريق الرياح. وانا دي حبيبي when the wind changes or destroys something، لما الرياح بتدمر او بتغير شيء. فحوصل 4 بإي. نمبر 5 بولي كانل، كانل حبيبي قلنا ده ممر مائي بس مصنوع بواسطة الانسان،
يعني مش طبيعي. فبالتالي هقول a waterway made by humans. تاني a waterway made by humans. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاكتيفيتيز اللي هو مدهالي في صفحة 125. شكل ما قلنا كلمة glacier glacier وقلنا ده النهر الجليدي وقلنا ليه نوت امريكان glacier glacier. طبعا فين النهر الجليدي ده؟ هتقول لي ايوه مستر رقم ايه؟ يبقى هكتب عليها ايه؟ بعدها waterfall waterfall وان waterfall حبايبي بمعنى شلال، الشلال ده في دي sand dunes sand dunes وان sand dunes يعني كثبان رملية. A sculptures sculptures وان منحوتات او تماثيل منحوتة. دي طبعا C rainforest rainforest وان rainforest يعني غابة مطيرة. فين هي؟ B. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال التوصيل بتاعي. بقولي the Aswan High Dam was، بقولي ان السد العالي في أسوان ماله؟ هقول ان السد العالي في أسوان was built to control the Nile flooding، احنا قلنا هو تم بناؤه عشان يتحكم في فيضان النيل، فهكتب عليها ايه؟ اوصلها بايه؟ نمبر 2 بقولي the Fayum depression is، قلنا منخفض الفيوم ده ماله حبايبي؟ قلنا ان هو في الصحراء الغربية في مصر، فبالتالي هقول the Fayum depression is in the western desert of Egypt يعني في الصحراء الغربية لمصر. يبقى رقم 2 هوصلها ب A هكتب عليها A. نمبر 3 بقول A canal is، قلنا القناة دي يا حبايبي قلنا مجرى مائي بس مصنوع بواسطة الانسان، فهقول a waterway made by humans يبقى هوصلها ب B واكتب عليها B. نمبر 4 بقول the Nile delta is in، قلنا يا حبايبي ان دلتا النيل دي في الوجه البحري، فبالتالي هقول in lower Egypt يعني في الوجه البحري واكتب عليها C. نمبر 5 بقول there weren't any يعني ما كانش فيه اي ايه، او ما كانش فيه اي منحوتات من ملايين السنين في الصحراء البيضاء، فاذا هقول there weren't any sculptures millions of years ago من ملايين السنين. تعال نشوف يلا سؤال اكمل الفراغات. السؤال الثالث عندنا نايل حبايبي اللي هو النيل، عندنا كابيتال يعني عاصمة، وعندنا مودرن يعني عصري او حديث، واللي we live in Cairo يعني احنا نحن نعيش في القاهرة. it's the heart of Egypt يبقى طبعا هي عاصمة مصر، يبقى it's the capital of Egypt. it's a city ان هي مدينة حديثة in lower Egypt يعني في الوجه البحري، يبقى اذا هقول modern modern حبايبي بمعنى حديث. there is the A it runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in north. طبعا ايه اللي بيجري في خلال البلد دي وبيوصل لغاية البحر المتوسط؟ طبعا the Nile Nile حبايبي اللي هو نهر النيل. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف واللي بيقول لي اتكلم فيه عن بلدك مصر. طبعا هنا لازم اول حاجة اكتب ان مصر دي بلد جميلة، يبقى اذا هقول Egypt مصر يعني is a beautiful country حبايبي، خلي بالكم ان مصر دي دولة. طبعا هقول ان هي بتقع في شمال افريقيا، يبقى اذا هقول it is in the north of Africa يعني هي في شمال افريقيا. طب وكمان هقول ان القاهرة عاصمتها، يعني هقول كايرو القاهرة is the capital of Egypt يعني القاهرة هي عاصمة مصر. طب قلنا مين اللي بيجري حبايبي؟ مين اللي بيجري من خلالها؟ طبعا نهر النيل، يبقى اذا هقول the Nile يعني نهر النيل runs through Egypt يعني بيجري خلالها. طبعا وهقول جملة سهلة خالص، هقول I love Egypt very much يعني انا بحب مصر جدا. طبعا جمل بسيطة وسهلة حبايبي اقدر اكتبها. تعال حبايبي يلا نشوف اخر سؤال معنا هو سؤال الترقيم. بقولي punctuate the following، تعال الرقم التاني. is Egypt a very beautiful country يعني بقولي هل مصر دي بلد جميلة؟ طبعا الاي بتاعت is
جبت اكيد الاي كابيتال عشان اسم بلد. وبعدين a very beautiful country. في الاخر question mark حبيبي عشان ده سؤال. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي you can see sculptures in Egypt white desert. طبعا انت ممكن تشوف منحوتات في صحراء مصر البيضاء. اذا يو الواي كابيتال، هنا الواي كابيتال شكل حبيبي 7 وحط تحتها واحد كده يبقى دي واي كابيتال. يبقى يو كان سي سكالبتشرز ان ايجيبت. هتقول لي ايجيبت سمستر في اغسطس في اس. وبعدين وايت كده كده الدبليو معموله كابيتال وديزرت الدي معموله كابيتال، يبقى في الاخر فلسطوب عادي جدا. فصفحه 129 بيقول لي ريد اجين اند انسر ترو اور فولس. المفروض ان انا بعد ما اقرا الدرس الحوار اللي كان بين توماس وفارس تاني حوالين التراديشنال كلوز ان ايجيبت هبدا احل، هبدا اقرا واحل الجمل اللي تحت دي واقول هي صح ولا خطا. بيقول لي توماس وونتس تو باي سام ايجيبشن كلوز، عايز يشتري بعض الملابس المصريه. لا طبعا، هو كان عايز يعرف فقط عن الملابس المصريه، فعشان كده قلنا فولس. نمبر 2 فارس isn't wearing a جلابيه today. خلي بالك بيقول لي مش لابس جلابيه النهارده، هقول له طبعا ترو. ليه حبايبي؟ لان فارس قال ان انا عايش في سوهاج والنهارده انا لابس شورت وتيشيرت. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي جلابيز ار يوجوالي made from cotton. بيقول لي ان الجلاليب بتصنع غالبا من القطن، اكيد هقول له ترو، صحيح. طيب نمبر 4 بيقول لي جلابيز ار اولويز وايت. بيقول لي ان الجلاليب دايما بيضة، هقول له لا طبعا في الوان تانية. هو قال لي اتس يوجوالي وايت، يوجوالي ما قاليش اولويز. وبعدين قال لي بات يو كان جيت اذر كولرز، بس انت ممكن تجيب الوان تانية، لكن لما اقول اولويز يبقى هي على طول بيضة. طب تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي جلابيز دون هاف باكيتس، يعني بيقول لي ان الجلاليب ما فيهاش جيوب، هقول له لا طبعا فولس، الجلاليب فيها جيوب بس بتبقى هيدن، وانا هيدن حبايبي بمعنى مخفيه. طبعا حبايبي في صفحه 130 المفروض ان هو بيقول لي ورك وذ ا بارتنر، يعني انت بتشتغل مع زميلك في الفصل. توك اباوت يور فيفرت كلوز، واتكلم عن الملابس بتاعتك المفضله. اور كلوز يو وير تو سيلبريت، او الملابس اللي انت بتلبسها عشان تحتفل. رايت 3 سنتنسز ان يور نوت بوك، وتكتب 3 جمل في الكراسه بتاعتك. طبعا هو مديك هنا مثال. مثال بيقول اي هاف جوت ا سترايبد دريس، انا عندي فستان مقلم. اي لاف ات، انا بحبه. اي وير ات تو سيلبريت شم النسيم، بلبسه عشان احتفل بشم النسيم. طبعا انا هنا ممكن اخد نفس الجمل دي ولكن اغير فيها، يعني انا ولد مثلا هقول I have got a spotted shirt مثلا بدل striped dress، وبعدين اقول برضو I love it فاقول I wear it to go to school، بلبسه بس عشان اروح المدرسة، او I wear it to celebrate the feast عشان احتفل بيه العيد. تاني اهو I got a spotted، قلنا spotted حبيبي معناها منقط، shirt. نفس الكلام هقول I love it يعني انا بحبه جدا، وبعدين اقول I wear it يعني انا بلبسه to celebrate يعني عشان احتفل the feast، عشان احتفل مثلا بالعيد، وكذلك بقى الباقي. طيب بقول لي my favorite thing is my sweater it's blue and it has pocket I wear it when I travel. ممكن انا بقول حاجة تانية، يعني ممكن مثلا اقول my favorite thing يعني الشيء المفضل عندي is my جلابية، هي الجلابية. طيب اقول it's white يعني حبايبي لونها ابيض. طيب هقول برضو it has pockets يعني فيها حبايبي جيوب. طب وبعدين اقول I wear it يعني انا بلبسها when I pray، when I pray يعني لما اجي اصلي. خلاص يبقى دي جمل بستنبطها من نفس الجمل اللي هو مديها لي في المثال. تعالوا نشوف يلا السؤال نمبر 4.
السؤال الرابع عندنا بيلت يعني حزام، وعندنا كوستيوم يعني ملابس مميزة أو ملابس خاصة، كراون وقلنا كراون يعني تاج، وعندنا جلوفز يعني قفازات، وعندنا بوكيتس يعني جيوب، وعندنا كمان سبوتيد يعني منقط. طبعا نمبر 1 is given من دهالي في بعض الكلمات، بقول مروة is wearing a spotted dress with a belt. There are two، اكيد هيبقى فيه ايه؟ جيبين اتنين، يبقى بوكيتس يعني فيه جيبين. تعال حبايبي يلا نشوف نمبر 2، بقول ريم is wearing a costume، طبعا لابسه زي مخصوص. She looks like a princess، اللي عرفني لانها شكل الاميره. She has a A on her head، طبعا هتلبس ايه على راسها؟ اكيد هتلبس كراون، قلنا كراون حبايبي يعني تاج. On her head she has white A on her hands، هتلبس ايه حبايبي؟ ابيض في ايديها، اكيد هتلبس جلوفز، قلنا جلوفز حبايبي يعني جوانتي، تاني جلوفز معناها جوانتي. تعال نشوف يلا السؤال السادس في صفحة 131، قلنا حبايبي ان كلمة تو معناها لكي، وتو دي بيجي وراها الغرض، والغرض بيكون مصدر بدون اضافات. فهنا بيقول لي I went to the library، يعني انا رحت المكتبة. borrow ولا to borrow book؟ هقول to borrow a book، يعني عشان استعير كتاب، يبقى to borrow a book، لكي استعير كتاب. number 2 بيقول لي Angie used a pen، يعني Angie استخدمت القلم. write ولا to write her essay؟ طبعا لكي تكتب المقال فلازم اقول to write. number 3 بيقول شريف bought a new suitcase، يعني شريف اشترى حقيبة ملابس جديدة. ايه on holiday؟ اكيد هقول عشان ياخدها، يبقى to take يعني لكي ياخذها في الاجازة. number 4 بيقول ملك wears her sunglasses، يعني ملك لابسة النظارة الشمسية بتاعتها. ايه her eyes؟ اكيد هقول to protect her eyes، لكي تحمي عينيها، يبقى تو حبايبي معناها لكي، بيجي وراها فعل في المصدر. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل، بقول I bought some sunglasses، يعني انا اشتريت نظارة شمس، قال لي to wear on holiday، عشان البسها في الاجازة. number 2 بقول لي we went to the park، اكيد هقول to play with our friends، عشان نلعب مع اصدقائنا. number 3 بقول لي حازم studied hard، يعني حازم ذاكر بجد. طيب ايه الغرض من كده؟ اكيد هقول to get good grades، عشان طبعا يحصل على درجات جيدة. number 4 بقول لي بسمة went to the shop، يبقى بسمة راحت المحل. ايه الغرض من انها تروح المحل؟ هتقول لي to buy some bread، عشان تشتري بعض الخبز. طب تعال نشوف number 5، بقول لي they went to the library، راحوا المكتبة، اكيد راحوا المكتبة ليه؟ هتقول لي to finish their homework، عشان يخلصوا الواجب بتاعهم، to finish their homework. تعال يلا في نص الاستماع ده المفروض ان احنا بنقرأ ونشوف اني صورة من اللي تحت دول. number 1 بيقول لي I went to town to buy a beautiful new dress for my party، يعني انا نزلت المدينة عشان اشتري فستان جديد. دي طبعا مديها لي، ادي البنت اللي بتقيس الفستان. طب البوي بيقول I got some cardboard paper to make my poster، يعني انا جبت ورق مقوى عشان اعمل البوستر بتاعي، اكيد ده C، يبقى هكتب على C 2. البوي 2 بيقول I searched on the internet to find the information for my homework، بحثت على الانترنت عشان اشوف معلومات عن الواجب بتاعي، اكيد دي يبقى دي 3 او boy 2. طيب number 4 بولي I bought a scarf، يعني انا اشتريت كوفية and gloves و guanti to keep me warm، عشان تدفيني، يبقى اكيد ده A، يبقى هكتب عليها 4. وطبعا لو انا بكتب بنات وصبيان يبقى ده 1 وده 2، دي 1 ودي 2، اما لو هرقمها 1 2 3 4 هيبقى بالمنظر ده. تعال نشوف بقى حبايبي السؤال الجميل ده اللي من خلاله بيقول لي كون جمل بتعبر عن الغرض، بس الجمل دي in the past. in the past حبايبي يعني يكون في الماضي، يعني هو بيجيب لي الفعل المضارع لكن انا هجيبه ماضي. فانا بقول له I will go to my bedroom sleep، فقال لي I went to my bedroom to sleep. طب تعالى يلا اللي بعدها، نيره leave the party catch her train، يبقى عايز اقول هي سابت الحفلة لكي تلحق بالقطار، يبقى هبدأ بنيرة، بس leave هتبقى برافو عليكم left the party، يبقى سابت الحفلة ليه؟ هتقول لي to، وto بيجي وراها مصدر، يبقى to catch
her train عشان تلحق القطار بتاعها. طب تعالى نمبر 3 بيقول آدم كول يونس ask for help with his project. طبعا هبدأ بآدم يبقى آدم كول هتبقى called يونس. أيوة هنا الغلط هجيب قبله to يبقى to ask لكي يسأل for help يعني لكي يطلب المساعدة with his project يعني في المشروع بتاعه. طارق buy a racket play tennis يبقى عايز أقول طارق اشترى مضرب عشان يلعب تنس. يبقى طارق bought أدي الفعل الماضي a racket يعني اشترى مضرب to لكي play tennis يعني عشان يلعب تنس. تعالوا حبايبي السؤال الجميل اللي بعده نمبر 10 بيقول لي complete the sentences with your ideas. دي بقى بتجيبها من افكارك انت يعني اي حاجة انت تجيبها الغرض اللي انت تجيبه اهم حاجة تجيب to زائد المصدر. يعني بيقول I went into the town انا نزلت المدينة. طبعا ممكن اقول مثلا عشان اشتري قميص فاقول to buy a shirt. طيب تعال الجملة التانية بقول my teacher used a green pen استخدم قلم اخضر. ممكن اقول عشان يصحح الواجب فاقول to correct our homework يعني عشان يصحح الواجب بتاعنا. طيب باسل opened his bag يعني باسل فتح الشنطة اكيد عشان يخرج الكتب يبقى to take out his books عشان يخرج الكتب. طيب ميار made a cake يعني ميار عملت كيكة. لو سألتي نفسي ليه هقول عشان اكيد تحتفل بعيد ميلادها يبقى to celebrate her birthday يعني عشان تحتفل بعيد ميلادها. تعالوا حبايبي يلا نشوف الجنرال اكتيفيتيز اللي هو مديها لي. اول سؤال سؤال ماتشنج توصيل. اول كلمه باكيتس. باكيتس حبايبي يعني جيوب. ودي اي جلابيه دي الجلابيه. دي كراون طبعا ده التاج. اي سليفز هنصلحها بس حبايبي. دي اي سليفز يعني كمام طبعا موجودة في سين. سبوتيد سبوتيد يعني منقط وده الفستان يبقى بي. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال اختياري بيقول لي choose the right answer from A, B or C. بيقول لي the A is one of traditional Egyptian clothes يعني واحد من الملابس التقليدية المصرية. أني واحد فضول حبايبي هتقول لي أكيد الجلابية. طيب نمبر 2 بيقول مريم bought a new dress to A for a birthday party. يعني اشترت فستان جديد عشان اكيد تلبسه. اللي بيجي ورا تقولنا هتقول مصدر يا مستر يبقى وير. نمبر 3 بيقول نبيل has a small A so he can't put his money in it. يعني نبيل عنده A صغير ما يعرفش يحط فلوسه فيه. يا ترى حزام صغير ولا تاج صغير ولا جيب صغير؟ هتقول لي ايوه جيب صغير يبقى باكيت. نمبر 4 بولي why did علا go to the library يعني ليه حبايبي علا راحت المكتبة. قال لي to ايه books اكيد to read. ليه يا مستر؟ عشان to be وراها مصدر. نمبر 5 بولي the جلابية is a long white A that is very popular in Egypt. ان حبايبي الجلابية دي رداء طويل يعني رداء robe. لما built يعني حزام وبوكت يعني جيب. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل رقم 3 بولي جلابيز are usually white. بقول لي ان الجلابية دي بتبقى عادة بيضة لكن قلنا ممكن يبقى في الوان تانية يبقى اكيد حوصلها بسي وقول but you can get other colors بس انت ممكن تجيب الوان تانية مختلفة. ايمن went to the market يعني ايمن حبيبي راح السوق يبقى اكيد هيجيب الغرض فقول to buy cheese يعني لكي يشتري جبنة. طيب مصطفى studies hard too
واللي مصطفى بيذاكر بجد لكي، يبقى عايز يجيب الغرض من المذاكرة بجد، يعني هيجيب ورا تو دي مصدر، فهقول to get good grades يعني عشان يجيب درجات جيدة. طيب نمبر 4 بيقول لي do you wear جلابيز when، واللي هل انت ترتدي جلابية عندما، ده سؤال، فين السؤال حبيبي؟ هتقول له يا مستر يبقى when you are celebrating a special festival، يعني هل انت بتلبس جلابية لما بتيجي تحتفل بمهرجان مميز. نمبر 5 the sleeves الكمام حبيبي are long يعني طويلة، قلنا لما الكمام تبقى طويلة فاحنا ما بنتحرقش من الشمس، عشان كده هقول so we don't get sunburn، تاني so we don't get sunburn. تعالوا حبيبي يلا على صفحة 134، عندنا كلمة sleeves يعني كمام او اكمام، عندنا طبعا pockets يعني جيوب، وعندنا كلمة جلابيز يعني الجلابية. بقول in Egypt of مصر many people wear traditional Egyptian clothes، بيلبسوا ملابس مصرية تقليدية. They wear a when they are celebrating a special festival، طبعا بيلبسوا اكيد جلابية، فهكتب هنا جلابيز. When they are celebrating a special festival، for example they wear them for Eid، بيلبسوها في العيد مثلا. The جلابيز have long a، اللي فيها بيبقى طويل، برافو عليكم، sleeves يعني كمام. They also have hidden a، يعني فيها ايه مخفية، برافو عليكم، pockets، بوكتس حبايبي بمعنى جيوب مخفية، تاني بوكتس بمعنى جيوب مخفية. تعالوا يلا مع بعض نشوف سؤال الترتيب. help you me can، طبعا فاكرين كان بيقول له can you help me يعني ممكن تساعدني، وده بقول عليه طلب. طيب تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده، قول لي تو وذا وطارق ووين شوبس، يبقى اكيد هقول طارق ذهب للمحلات، فهقول طارق went to the shops، يعني طارق ذهب للمحلات او للسوق. طب اللي بعدها بيقول from are cotton made جلابيز، طبعا عايز اقول ان الجلابية بتتصنع من القطن، يبقى اكيد هقول جلابيز are made from cotton، يعني الجلاليب بتصنع من القطن. طب تعال نشوف يلا نمبر 4، بيقول لي gloves حازم his two hands wears protect، طبعا اكيد عايز اقول ان حازم بيرتدي قفازات لكي يحمي ايدي، يبقى اذا هقول حازم، الولد حازم ده wears يعني يرتدي gloves يعني جوانتي to protect يعني لكي يحمي his hands يعني عشان يحمي ايديه حبيبي، تاني حازم wears gloves يعني بيرتدي قفازات to protect his hands عشان يحمي ايديه. طيب تعالوا يلا نشوف سؤال الترقيم واخر سؤال معانا في صفحة 134، بقول does حسام wear a جلابية for Eid، طبعا الدي بتاع does هتبقى capital هنا في اول الكلام، وحسام برضو الاتش capital عشان اسم شخص، وير ما فيهاش اي حاجة، الجلابية برضو ما فيهاش اي حاجة، for Eid خلاص هو عمل الاي بتاعت Eid، في الاخر احط انا question mark عشان ده سؤال. نمبر 2 بولي فاطمة and Russia bought rackets to play tennis، بقول ان فاطمة ورشا اشتروا مضارب عشان يلعبوا التنس، يبقى فاطمة الاف عشان اسم الشخص في اول الكلام، and رشا طبعا الار عشان اسم شخص، بوت ما فيهاش اي حاجة، راكتس برضو ما فيهاش اي حاجة، وكمل اقول تو بلاي تنس، وفي الاخر طبعا هحط فلسطوب
النقطة بتاعتي، لأن دي جملة خبرية عادية جدا. طبعا حبايبي في الليسون 4 صفحة 137 بعد ما قرينا حكاية الالفز يعني الأقزام والشو ميكر بيديني بعض الأسئلة كده. نمبر 1 بيقول لي a word that describes the shoemaker، طبعا كلمة بتوصف الشوميكر، فقال لي honest، كلمة honest حبايبي بمعنى أمين. طيب a word that describes، كلمة describes حبايبي بمعنى تصف. The shoes، عايز اوصف الشوز، هو الكلمات في القطعة وصف بها الشوز. هو قال لي مرة انها beautiful يعني جميلة، وقال لي كمان انها amazing، amazing يعني مدهشة او رائعة. نمبر 3 بقول a word that describes the shoemaker's meal، كلمة بتوصف الوجبة بتاعت الشوميكر، طبعا كانت delicious، قلنا delicious حبايبي بمعنى لذيذ، تاني delicious بمعنى لذيذ. تعال حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي موجودة في صفحة 141 ودي على lesson 4. اول سؤال، سؤال التوصيل، بيقول لي yesterday يعني امس اي، يا ترى امبارح انا ايه؟ طبعا طالما جايب له اي بحيجيب له وراها فعل. يا ترى اي واز كايند اند اونست، ولا ذا شوميكرز شوز، ولا تايدد ماي روم، ولا ديليشس، ولا ان ذا بارك yesterday. طبعا اكيد هقول yesterday اي تايدد ماي روم، يعني انا رتبت غرفتي. تاني yesterday اي تايدد ماي روم، يعني انا رتبت غرفتي. نمبر 2 بيقول لي ذا شوميكر، صانع الاحذيه، احنا قلنا صانع الاحذيه حبايبي كان كايند اند اونست، يبقى was kind كان طيب and honest وامين. اللي بعدها بيقول لي she walked يعني هي مشيت. هتمشي فين حبايبي؟ اي واحد تقول لي she walked in the park yesterday يعني هي مشيت في الحديقه امس. نمبر 4 بيقول لي the elves، قلنا elves حبايبي اللي هم الاقزام، made يا ترى صنعوا ايه؟ برافو عليكم، صنعوا احذيه للشوميكر، يبقى هقول made the shoemaker's shoes. اللي بعدها نمبر 5 بيقول لي the meal was، الوجبة كانت، طبعا الوجبة كانت لذيذة، فحقول the meal was delicious يعني الوجبة كانت لذيذة. تعال حبايبي يلا السؤال التاني، بيقول لي read and circle the old one out، يلا هنطلع الكلمة المختلفة. عندنا amazing يعني مدهش، beautiful جميل، helping يساعد، delicious وdelicious معناها لذيذ. طبعا لو بصينا على دول كلهم حلهم صفات مع the helping، the verb plus ing. نمبر 2 بيقول لي found make hide and pay، found حبايبي معناها وجد، make يصنع، hide يختفي او يخبئ، pay يعني يدفع، كل دي افعال مضارع طبعا ما عدا found، found حبايبي فعل ماضي. نمبر 3 shoes t-shirts hats and meals، طبعا لو بصينا للشوز اللي هو الحذاء، t-shirts اللي هي الفانيلات، هاتس يعني قبعات، وميلز يعني وجبات، طبعا كل دي ملابس ما عدا طبعا مين حبايبي؟ ميلز، ميلز معناها وجبات. طيب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي morning leather evening night، طبعا كلها فترات يوم ما عدا كلمة leather، leather حبايبي بمعنى جلد. house park wife town، طبعا house يعني منزل، park يعني حديقة، wife يعني زوجة، town يعني مدينة، طبعا كلها أماكن ما عدا مين حبايبي؟ ما عدا وايف. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. tidied I yesterday room and my، طبعا عايز اقول انا رتبت غرفتي امس، يبقى هقول I الفعل بتاعي tidied my room yesterday يعني انا رتبت غرفتي امس. number 2 a delicious his made meal wife، طبعا عايز اقول ان زوجته صنعت وجبة لذيذة، يبقى هقول his wife دي معناها زوجته. طب فين الفعل؟ هتقول لي made. طب الصفة اللي بتيجي الاول، يبقى a delicious meal يعني صنعت وجبة لذيذة. طب تعال نشوف نمبر 3 and amazed wife the shoemaker were his، طبعا هنا انا عايز اقول ان صانع الاحذية وزوجته كانوا مندهشين، تاني صانع الأحذية وزوجته كانوا مندهشين، يبقى هقول the shoemaker، the shoemaker and his wife كانوا، طبعا معناها were، طبعا amazed معناها مندهشين، تاني amazed معناها مندهشين. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول and the shoemaker wife lived happily his،
طبعا حبايبي انا عايز اقول ان الشوميكر وزوجته عاشوا بسعادة، يبقى هقول the shoemaker يعني صانع الأحذية and his wife يعني وزوجته lived حبايبي يعني عاشوا happily يعني عاشوا بسعادة. تاني the shoemaker and his wife lived happily يعني الشوميكر صانع الأحذية وزوجته عاشوا بسعادة. تعال حبيبي يلا في صفحة 142 بيقول لي write a paragraph of 5 sentences using the following words. بيقول the elves and the shoemaker. Shoemaker honest workshop elves made new shoes. طبعا حبيبي طالما هحكي حكاية يبقى لازم أبدأ ب once upon a time. تاني once upon a time يعني في يوم من الأيام أو ذات مرة. وبعدين أقول there was كان يوجد a shoemaker يعني كان في صانع أحذية. وبعدين هقول he was honest يعني حبيبي هو كان أمين. بعدين هقول وكان بيعيش مع زوجته بسعادة، يبقى هقول he lived happily with his wife يعني كان عايش مع زوجته بسعادة. one night يعني هقول في ليلة من الليالي he was tired يعني هو كان مرهق وتعبان. He cut the leather يعني قطع الجلد and went to bed حبيبي وراح ينام. The next day يعني في اليوم التاني he found beautiful shoes يعني لقى جزمة جميلة. He was amazed يعني كان مندهش. He and his wife hid to see who made the shoes يعني استخبى وزوجته عشان يشوفوا من اللي عمل الحذاء. They found out يعني اكتشفوا that two elves يعني اتنين اقزام made the shoes هما اللي عملوا حبايبي الحذاء. تعالوا يلا نشوف سؤال الترقيم مع بعض. بيقول لي the shoemaker couldn't believe his eyes. طبعا ذا هتبقى التي عشان في اول الكلام shoemaker مفيهاش اي حاجه. طب couldn't يا مستر هتقول لي couldn't ناقصه الابوستروفي بتاعت not. believe مفيهاش اي حاجه. his eyes في الاخر حبايبي احط في الاستوب. طب did the shoemaker's wife make a delicious meal؟ did هتقول لي دي عشان في اول الكلام. the shoemaker's هتقول لي the shoemaker's دي فيها apostrophe اس ملكية shoemaker's wife زوجة الشوميكر make a delicious meal. طبعا في الاخر هحط question mark عشان ده سؤال عادي. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 148 ودي مديني فيها general exercises اللي على الدرس الخامس والسادس. بقول we have يعني احنا يجب ان احنا نرتدي جرافاتنا كل يوم. فاذا هقول we have to wear a tie every day يعني يجب ان احنا نرتدي جرافاتنا كل يوم.
My mother bought. يعني ماما اشترت لي. يبقى my mother bought me a red cotton dress. يعني ماما اشترت لي فستان احمر قطن. طب we really. يعني احنا بالفعل. هقول we really like our school uniform. يعني احنا بنحب زي الموحد بتاع المدرسة. Number four, بولي our school uniform. يعني زي بتاع المدرسة. مالو هتقول لي is really smart. يعني شيك جدا. Number five, بولي I bought a new. يعني انا اشتريت ايه؟ هتقول لي I bought a new blue jacket for the party. يعني انا اشتريت جاكيت ازرق جديد للحفل. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال التاني. عندنا كلمة cool وقلنا cool حبايبي بمعنى رائع. عندنا كلمة white يعني ابيض. jacket يعني jacket. بقول my favorite clothes are t-shirts and shorts. I have a green A. I also like my A cotton socks. They are my favorite because they are really A. طبعا أول حاجة بقول my favorite clothes are t-shirts and shorts. I have a green. يبقى أكيد حقول أنا عندي green jacket يعني جاكيت لونه أخضر. تاني I have a green jacket. طيب I also like my A cotton socks. طبعا جاب لي الشراب وجاب لي المادة اللي مصنوع منها يبقى أكيد هنا حجيب اللون. فإذا هقول my white cotton socks. They are my favorite because they are really. أكيد هقول cool. cool حبايبي بمعنى رائع. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال الترتيب. بقول my I uniform like school. أكيد هقول I like my school uniform. يعني انا بحب الزي المدرسي بتاعي. Where's my shoes? Leather pair of. وانا pair of معناها زوج من. وان يو جديد sister يعني اختي. طبعا عايز اقول ان اختي لابسة زوج من الاحذية الجلد الجديدة. فاذا هقول my sister wears يعني ترتدي. طبعا هنا قبل كل الصفات لازم اقول a. فهقول a new pair of يعني زوج جديد من. طيب حذاء جلد اسمه ايه؟ هتقول لي leather shoes. تاني my sister wears a new pair of leather shoes. يعني اختي تلبس زوج جديد من الاحذية الجلد. Number three, bought Hisham's father a white جلابية cotton. طبعا عايز اقول ان ابو هشام اشترى جلابية قطن بيضة. يبقى اذا هقول Hisham's father ده الفاعل بتاعي. واشترى حبايبي اسمها bought. يبقى كده اشترى. طيب يا ترى بقى هجيب ايه الاول؟ تقول لي الصفة اللي قبلها ايه ودي اللون يبقى white. وبعدين القطن المادة اللي تصنع منها الجلابية. يبقى هشام's father bought a white cotton جلابية. طب تعال نشوف number four. بلي girls bright Mexican colors love. طبعا قلنا ان البنات في المكسيك بيحبوا الالوان الزاهية. يبقى اذا هقول Mexican girls يعني البنات في المكسيك. love هذا الفعل بيحبه. واقول bright colors يعني الالوان الزاهية. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 149 واللي بيقول فيها اكتب باراجراف عن your school uniform يعني زي الموحد بتاع المدرسة. ومديني كلمة boys wear blue shirt trousers girls and skirts. قلت حبايبي لما اجي ابدا باراجراف شكل ده لازم الاول اقول I like my school يعني انا بحب المدرسة بتاعتي. وبعدين اقول ان الزي المدرسي بتاعنا انيق او شيك. بقول our school uniform is smart. smart يعني انيق. طبعا هنا بقى هبدا اقول الاولاد بيلبسوا ايه والبنات بيلبسوا ايه. يبقى هقول كده boys wear dark purple
شورتس يعني بيلبسوا شورت لونه بنفسجي غامق. طب البنات، البنات بتلبس جيبة نفس اللون، يعني اقول girls wear dark purple skirts. طيب الاتنين بيلبسوا قمصان بيضة، يبقى هقول boys and girls wear white shirts. طب عايز اقول ان احنا ما بنلبس كرافتة، يبقى هقول we don't have to wear ties. وفي الاخر هقول I like my school uniform، يعني انا بحب السكول يونيفورم بتاعي. طبعا حبايبي هنا على حسب الصورة هو مديني purple. طبعا لو انا هكتب شكل الكلمة اللي فوق، فهكتب هنا بدل dark purple هكتب dark blue، يعني هنا تبقى dark blue shorts وهنا برضو dark blue skirts. تعالوا نشوف يلا سؤال punctuation. عندنا بيقول do you like your school uniform better؟ طبعا الدي بتاعت do. you like your school uniform، طب ما محطوط الكومة بس بدر طبعا لازم يبدأ بكابيتال لتر عشان ده اسم شخص، وفي الاخر اكيد question mark عشان دو معناها هل. these are my brother's favorite clothes. طبعا حبايبي هبدأ بthese التي كابيتال عشان في اول الكلام، are my brothers طبعا فيها بصرف في اسم ملكية favorite clothes. طب ما نحط في الاخر فلسطوب لان دي جملة عادية. تعالوا يلا حبايبي في صفحة 154 نشوف اسئلة الازهر الشريف. طبعا بيقول لي جلابيز ار ميد فروم، طبعا الجلابيز ار ميد فروم كوتن، المفروض ده استماع وهيقول لك جلابيز ار ميد فروم كوتن. موست مين اند بويز وير اي ان اي، بيلبسوا ايه في العيد؟ هتقول لي جلابيز. طب تعالى عندنا كلمة وير بمعنى يرتدي، سيلبريت بمعنى يحتفل، وعندنا كلمة سترايب بمعنى مقلم. اي بيقول what's your favorite clothes؟ قال له I have got a dress. يبقى لازم هنا اجيب شكل الدريس عامل ازاي، فاذا هقول striped، يعني انا عندي فستان مقلم. when do you it، اكيد بيقول لها امتى بتلبسي، يبقى when do you wear it. I wear it to شم النسيم، to celebrate. celebrate حبايبي بمعنى يحتفل، تاني celebrate بمعنى يحتفل. تعال نشوف القطعة، بقول the Nile Valley is the area of land on the banks of the Nile River. طبعا بقول لي ان وادي النيل هي الارض اللي على جانبي ضفة النهر وبامتداده. it's very good for growing crops like wheat, dates and beans. طبعا هي صالحة لزراعة المحاصيل شكل القمح وشكل التمر وكمان شكل البقوليات او الفول. Many people say that the Nile Valley is like a lotus flower. بيقول ان وادي النيل ده شكل بالظبط زهرة اللوتس. The river and the river banks are the stem of the flower and the Nile Delta is the flower. بيقول لي ان النهر وجانبي النهر هما الساق بتوع الزهرة والدلتا هي الزهرة نفسها. تعال نشوف السؤال الاولاني، بيقول the Nile Valley is on the A of the Nile River. طبعا بيقول لي وادي النيل ده على ضفتي النيل، فلازم اقول banks. number 2 بيقول لي people think the river banks are the A of the flower. هتقول لي are the، تخلي بالك ان هو بيقول لي river banks ضفتي النهر، فتقول لي ده the stem، وان stem حبيبي اللي هو الجذع. طب تعال نشوف number 3، بيقول لي the Nile Valley is A for growing crops. هتقول لي ان وادي النيل ده صالح، يبقى good for، good for growing crops. تعال نشوف يلا السؤال الخامس، بيقول هشام used a pen in his homework. طبعا قلنا حبايبي هنا بيجيب لي الغرض، والغرض بيجي ب 2 بلس الانفينيتيف يعني 2 زائد المصدر، يبقى هشام used a pen to write يعني لكي يكتب الواجب بتاعه. number 2 بيقول yesterday حازم a new suitcase. طبعا yesterday من علامات الماضي، فلازم اختار بوت برضو في زمن الماضي.
تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 155 ومدي لي فيها التست اللي على يونت 3. بقول choose the right answer from A, B or C. بقول A, B very sunny tomorrow. هتقولي tomorrow دي يا مستر يعني غدا, وغدا دي من علامات المستقبل, يبقى لازم اقول it will be يعني سوف تكون. طب number 2 بقول sculptures يعني المنحوتات were made by the يعني اتصنعت بواسطة ايه؟ قلنا برافو عليك الويند الرياح, لما كانت بتهب كانت بتعصف بالرمال والرمال دي تصف الصخور فتحولها للاشكال اللي احنا قلنا عليها. نمبر 3 بقول احمد ليفت ذا بارك ايه ذا ترين, طبعا هو ساب الحديقه لكي, قلت حبايبي الغرض هنا بيبدا بتو فقلت تو كاتش ذا ترين لكي الحق بالقطار. نمبر 4 بقول وين اتس هوت, لما الجو بيبقى حر اي وير بلبس ايه, هتقول لي اي وير شورتس, في الحر بلبس شورت ما ينفعش البس جاكيت لان الجاكيت بلبسه في الشتاء. طيب تعال نشوف نمبر 5 بقول ذا نايل ايه لوكس لايك ا ترانجل, مين اللي في النيل شكل المثلث, هتقول لي ذا نايل دلتا يعني دلتا النيل. تعال نشوف يلا حبايبي سؤال التوصيل, بقول لي نوها از ويرينج يعني نوها ترتدي, يبقى اكيد هجيب لي ملابس, يبقى اذا هقول ا كراون اون هير هيد يعني لابسه تاج على راسها. جلابيز ار, بقول لي الجلاليب دي مالها, تقول لي مصنوعه دايما من القطن, يبقى يوجوالي ميد فروم كوتن يعني مصنوعه من القطن. طيب بقول لي وي وير سان جلاسز, احنا بنلبس النظاره الشمسيه ليه, هتقول لي تو بروتكت اور ايز يعني عشان نحمي عينينا. طب بقول لي ذا شو ميكرز شوز يعني الحذاء بتاع الشو ميكر, اكيد هقول وير اميزنج يعني كانت مدهشه. بويز اند جيرلز هاف, بقول ان الاولاد والبنات اكيد عندهم زي مختلف للمدرسه, يبقى هاف ديفرنت يونيفورمز ان ماي سكول. تعال نشوف يلا السؤال الثالث, عندنا كلمه ستريتشز بمعنى يمتد, وعندنا كلمه ترانجل يعني مثلث, وعندنا كلمه فرتايل يعني خصب. بقول ذا نايل دلتا از ان لوور ايجيبت, طبعا قلنا ان دلتا النيل في الوجه البحري. It's the knot soil between the two branches of the Nile. قلنا ان التربة فيها تربة خصبة, فبالتالي هقول fertile. Fertile حبايبي يعني خصب. The two branches of the Nile. It is from Alexandria to Port Said. بتمتد من اسكندرية لبورسعيد, يبقى لازم اقول it stretches. Stretches حبايبي بمعنى تمتد من اسكندرية لبورسعيد. And it looks like a, وشكلها عامل ازاي, برافو عليك, وقلنا ترانجل يعني شكلها شكل المثلث, تاني شكلها شكل المثلث. تعالوا في صفحة 156 جايب لي سؤال القطعة, بقول my sister's wedding party was yesterday, بقول ان حفل زفاف اختي كان امبارح. my sister wore حبيبي الماضي بتاع wear بمعنى يرتدي, wore ارتدى. a white beautiful dress يعني لبست فستان ابيض جميل. she had a crown on her head, وكانت حاطه تاج على راسها. she looked like a princess, كانت شكل الاميره. she had white gloves, وكانت لابسه كمان جوانتي لونه ابيض. on her hands, في ايديها. there was a gold necklace around her neck, وكمان كانت لابسه عقد ذهب حوالين رقبتها. i wore a black suit, انا بقى كنت لابس بدله سودة. and black leather shoes, وكمان جزمة جلد سودة. all the people at the party were wearing special clothes, كل الناس كانت لابسة ملابس مميزة. we had delicious meals, تناولنا وجبات لذيذة. the party finished at 12 o'clock, الحفلة خلصت الساعة 12 at night بالليل. we sang and danced happily, يعني احنا غنينا ورقصنا بسعادة. then my sister went to her new house, بعد كده اختي العروسة راحت بيتها الجديد. اول سؤال بقولي what did the sister look like, شكل اخته كان عامل, شكل اخته كان عامل ازاي, هتقول she looked, الكلام في الماضي, like a princess يعني كانت شكل الاميرة. طب نمبر 2 بقولي where did the sister go after the party, راحت فين بقى بعد الحفلة, يبقى هقول to her new house يعني راحت لمنزلها الجديد. طب بقولي my sister's necklace was made of leather يعني كان مصنوع من الجلد, هتقولي لا طبعا ده كان مصنوع من الذهب, يبقى اكيد هقول false. طب my sister had a crown on her head يعني اختي كانت لابسه تاج على راسها, هتقولي true صحيح. تعالى يلا نشوف سؤال الترتيب,
واللي has many فيوم lakes. اكيد انا عايز اقول الفيوم فيها بحيرات كتير، يبقى فيوم has many lakes. طب تعال نشوف اللي بعدها. need a coat will and I a scarf. طبعا اتكررت قبل كده لما كانوا بيعبوا الشنطة، يبقى will فعل بتاعي I، فعل بتاعي need يعني هل انا سأحتاج، واجيب بقى اي حاجة من الاتنين عادي جدا، a coat and a scarf او a scarf and a coat، اي حاجة من الاتنين صح. did back what for you the holiday. طبعا انا عايز اقول ماذا اعددت للاجازة، يبقى what أداة استفهام، did أداة فعل مساعد، فعل بتاعي الفعل الأساسي back، يبقى what did you back يعني ماذا أعددت for the holiday يعني للأجازة، ماذا أعددت للأجازة، وحط طبعا question mark بتاعتي. is Egypt capital Cairo the of. أكيد عايز أقول القاهرة عاصمة مصر، كايرو is the capital of Egypt يعني القاهرة حبايبي عاصمة مصر. تاني كايرو is the capital of Egypt، كايرو is the capital of Egypt يعني القاهرة عاصمة مصر. طبعا حبايبي في سؤال البراجراف في صفحة 157 بيقول يتكلم عن traditional Egyptian clothes الملابس التقليدية المصرية، وجايب لي كمان الجلابيات. يبقى اذا هقول شكل ما قلنا قبل كده في كتاب المعاصر، I love wearing جلابيات، انا بحب ارتداء الجلاليب. طبعا هقول ان هي ملابس تقليدية في مصر، يبقى they are traditional clothes in Egypt يعني ملابس تقليدية في مصر. طبعا هقول الرجال بيحبوا يلبسوها، يبقى men like to wear جلابيز يعني بيحبوا يرتدوا الجلاليب. عايز اقول ان هي مشهورة في مصر او الجلاليب دي مشهورة في مصر، يبقى they are popular in Egypt يعني هي حبايبي محبوبة في مصر. عايز اقول مصنوعة من القطن، يبقى they are made from cotton يعني هي مصنوعة من ايه يا حبايبي؟ من القطن. عايز اقول ان هي رداء طويل ابيض، يبقى هقول they عشان احنا بنتكلم جمع، يبقى they are long white robes. عايز اقول ان هي فيها اكمام طويلة، يبقى they have long sleeves. طب عايز اقول فيها جيوب بس مخفية، يبقى they have pockets يعني فيها جيوب، but they are hidden لكنها مخفية. تعالوا يلا نشوف سؤال البنكتويشن بتاعنا. عندنا we want need to take sweaters. طبعا we حبايب الدبليو، want برافو عليكم فيها ابوستروفي، تي need to take sweaters يعني مش محتاجين ناخد سويترات. طيب وحط طبعا الفول ستوب في الاخر لان دي جملة عادية. how many طبعا الاتش هتبقى كابيتال لانها في اول الكلام، many t-shirts did طبعا سلوى اسم شخص يبقى لازم الاسم بتاعتها كابيتال، order فيش اي حاجة في الاخر طبعا question mark عشان ده
سؤال. وبكده حبايبي يبقى احنا خلصنا الوحدة التالتة بالكامل. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش شاركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا ان شاء الله مع حلول الوحدة الرابعة. بس في شوية تمارين مراجعة كده قبل الوحدة الرابعة ان شاء الله هنحلهم وننزلهم في فيديو لوحدهم ان شاء الله. شكرا لكل زمالك عشان الكل يستفيد. جود باي, السلام عليكم.